يا ريت السيد المحترم محافظ القاهرة يبص للسكان بشكل مختلف ويسعى لإنهاء مشاكلهم علشان يخرجوا على سطح الحياة. جاتني شكوى تانية من أهالي قرية السودية بدمياط بيشتكوا من سوء حالة الطريق وطفح المجاري في الشوارع وما فيش صرف صحي والناس سابت بيوتها من طفح المجاري وسوء حالة مياه الشرب وما فيش وحدة صحية ولا مدارس والزبالة موجودة في كل مكان ومحاصرة البيوت. تعالوا نشوف التقرير. السيد المحافظ اللي قبل ده عمل لنا محطة صرف صحي وزراعي ترمي في الملح، واختلفوا المحافظ والسادة المسؤولين عليه، قالوا ده غلط ترمي في النيل، لا غلط ترمي في الملح. واتبسطنا وقلنا هنعيش بعد ما كنا غرقانين، وده بيد السيد مدير الأمن والمحافظ. وفي الآخر عملوا المحطة، قالوا المواتير بتاعتها اتحرقت وصابوها المية قلت علينا زي ما حضرتك شايف، وبيوتنا مالانا مية كده، ما فيش اطفال مرض زيادة عن اللزوم، لان الصرف الصحي والزراعي اللي كان بيترمى في الملح المحطة وقفت والصرف رد علينا زي ما حضرتك شايف كده. ما فيش اي بيت ما فيش فيه مية، ما فيش اي بيت ما فيش فيه مية، كل بيت فيه مية صرف صحي. المحطة اللي عملوها بملايين الملايين على رأيهم حضرتك شوف عندها الوقت تلاقيها واقفة خراب ما بتشدش اي حاجة. فانا كده عايشين تحت الارض، واظن ان انا عايش تحت الارض. بنعاني من كل شيء في القرية، لا مستشفى ولا مدرسة، طيار الكهرباء بناتنا بيطلع عليه، الناس في ناس طلعت على حريمنا بالليل علشان ما فيش انار على الكهرباء. ادي حاجه، الطريق سيادتك ما كملش، كشك الكهرباء بيضرب علينا كل يوم، صرف صحي قدمت شكوى لرئيس الوزراء وردت عليها استاذه وقالت قبلنا الشكوى بتاع سيادتك ولا يتنفذ اي شيء. من بقالنا حوالي عن سنه وشويه، واخد بال سيادتك؟ غرق هنا سيادتك 4 أطفال في قلب المشروع الصرف. في عيل طلع يجيب لنا عيش، عربية خبطته توفى. في عيل تاني عربية خبطته واشتله مغزى الطحال. احنا بنعاني من حاجات كتير في القرية. ولا العيش سيادتك، أنا رغيف العيش بيجي لنا ب 100 جنيه عيش، أنا اللي بفرقه. أنا اللي بطلع أفرق العيش عشان الأهالي، والأهالي بتطلع تمسك فيا عشان الراجل السواق بتاع مجلس المدينه اللي بيجي بيتظلم ويقول لك انا الناس بتطلع عايزه تمسك فيا، انا اللي بطلع افرق العيش. واخد بال سيادتك؟ كل واحد بجنيه، كل واحد بنص جنيه، ب 100 جنيه ما بيكفيش قريه، ده قريه يا باشا، ده بلد، ما بيكفيش البلد. رغيف العيش بيجي لنا يقرف الكلب، الميه بطعمها بيبقى زي طعم الصدى، الطريق البيت ولع اول امبارح، المطافي ما عرفتش تخش تطفيه، المستشفيات لو عيل تعبان ما بنعرفش نطلعه نكشف عليه، بنتلم كلنا اللي عنده مكنه بياخد عليها العيل التعبان او الوحده التعبانه، يعني ممكن تموت في الطريق. انا طالبه يجوا يهتموا بينا ويشوفونا عاملونا كاننا بني ادمين مش كلاب. الزباله دي هيت ما ترضاش اي حد في الدنيا، جبنا مسؤولين عشان يتفرجوا عليها ويشوفوها، دي اقل حاجه هنا. خدت بالك في المنظر؟ تعال اتفرج على الناموس بالليل والاطفال بتاعتنا. بياخدوا فلوس الزباله ديت بيودوها فين؟ عايز افهم، بيجي بيتلموا مننا عوائد للزباله ديت، بيودوا الفلوس دي فين؟ وسايبيننا احنا بنموت هنا واحنا كلاب؟ اقول للمسؤولين واحد منهم يجي يعيش هنا يوم واحد او يومين. عايشين في كوم زباله والميه مغرقانه، ولا عندنا مجاري ولا صرف صحي ولا اي حاجه، وعيالنا متبهدلين. كل ما نروح نكشف على عيل والله عنده برهاسيا وعنده كبد ومتبهدل اخر بهدله، لان هنا الميه مبهدلانه اخر بهدله، والله الميه جوه في البيوت. هي استاذ بص اهي، كلتنا احنا كده، بعيالنا ونسواننا ورجالتنا كلتنا كده، وميه الشرب والله ملوثه من المجاري. شوف دلوقتي يا استاذ هناك اهيت ميه من الصرف الصحي جاي عليه، مش عارفين، والعيال بيبيعوا من الكلام ده كله. قريه مهمشه، مفيش اي مصلحه حكوميه، مفيش اي حاجه الحكومه بتسال عننا فيها، مفيش مدرسه، مفيش فرن عيش، مفيش وحده صحيه، مفيش طريق. الطريق حتى لو احنا المحافظ وعملنا اللي عملناه، الطريق اللي اتعمل عمله نصه. اقرب مدرسه لنا في ابو العز على البحر، عشان نروح لها لعلبه العربات بتخبطها وبيحصل حوادث بالهبل. عندنا الصرف الصحي مفيش صرف، الناموس جاب كل الامراض للاطفال عندنا، مفيش اطفال بتنام من الناموس.
شبكة المحمول اللي عندنا خلت نسبة الكهرباء في دماغ الأطفال كل عندنا نسبة الكهرباء عالية جدا عند الأطفال. طلعت من المدرسة أبويا وداني ورشة على السد مع أخوي عشان الطريق وعربية خبطتنا وفتحوا لي بطني وشلت الطحام وفي المستشفى قعدت 5 شهور. الطريق متفقين مع المحافظ إن الطريق ده ينزل 800 متر ما نزلش أكتر من 400 متر ومصروف لهم فلوس 400,000 جنيه. عشان 400 متر ولا 800 متر ده اللي متفقين عليه. النقطه الثانيه ان ديا بندفع كهرباء وبندفع نظافه وبندفع ميه وديا ما دخلتش لغايه دلوقتي في الحيز العمراني. المسؤولين نايمين مش عارفين حاجه عننا. نيجي نسالهم نقول لهم كارت السواداي يقولوا فين كارت السواداي. حسبي الله ونعم الوكيل في السواداي. ولا عندنا مدرسه ولا عندنا وحده محليه ولا عندنا اي حاجه منشاه تبع الحكومه ولا عندنا واحدة صحية ولا عندنا مسجد نصلي فيه حتى. المطعم وعيالنا مرضت واحنا مرضنا والله. والله ما عدنا عارفين نروح الدكتور نروح بايه؟ ما حلتناش حاجة. ما عايزين بس نظرة حنان منكم، نظرة حنان من المسؤولين بيني. من مسؤول بينا ويجي يشوفنا كده بنفس الوضع ده وكده الأطفال عيت وماتت ولادنا ماتت والله. واحنا مرضنا والله الماية من المجاري. يا حرام لما يبقى ميتنا في المجاري كده مش عارف امسك الكوبايه من ايه؟ من القرف اللي احنا فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل